خلاص يا عم. وانت طيبة يا دلتي يا قمر. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. وانت طيب يا بابتي. بس انا مستغرب ان هم حاطين 9 شماعات وانت عندك 11. كل سنة وانت طيبة يا روح قلبي. وانت طيبة يا عمتي. كل سنة طيبة يا شطة. انا قعدت ادور على هدية ما لقيتش، قلت اديكي حقك ناشف وانت بقى تتصرفي. حتة بخمسة. رجعها له يا ماما. ايه طيب؟ هتفهك في اي حاجة يلا، جيب بقى لب. كل سنة وانت طيبة يا شطة. وانت طيب يا حازم. ايه ده؟ كلب. كلب مش قادر ينسى اصلا. بس يا واد كلب ايه يا حبيبي؟ طب ما كنت تجيب لها دبدوب. ايه ده دبدوب وانا موجوده؟ حبيبتي دبدوب ذكر، انت دبدوبه. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا شطه. خديها منه برضو رحمه ونور. دي ايه يا حبيبي؟ الهديه. اه يلا مش مشكله كده. عصبته. ايه انت جاي من غير هديه ولا ايه؟ هجيب هديه تاني يا عم زي الصيني كده. ايه زي الصيني دي؟ هو بيعيرنا ولا ايه؟ مش فاهم. وايه عمي دي؟ انا اسمي كابتن نانوش حبيبي. بس يا واد بصوتك اللي عامل زي الكلاكس ده في ودني. ما في ماما ده هنا في ضحك كتير النهارده مش كده؟ قعدتها دي تشتغل معانا. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ايه؟ ايه؟ تنفخ ايه؟ هي مطروفه؟ لا معلش النفخ ده يا حاج. ايه؟ ما انت قلت لي تعالى فكنت عاجلك بالبدله فقلت لا بلاش. مش مهم اللبس، انا بتكلم على ال انت انا جاي لابس الزعبوط ده هو. فحبيبي زيتو يعني بايز معلش معلش ما انت ما قلتليش هات حاجه انت هديه. ما انا جاي بقلبي وكل سنه وانت طيبه يا شطه وعقبال يا رب 800 سنه واشوفك في احسن حاله ان شاء الله. 800 سنه وحاله ايه بس؟ في ايه انت عبيط ولا لا؟ وقت ليه كده؟ لا ما هو وهبه اللي ما تقولهاش في وشه كان على جنب يا ابو جلد الخنوة كده. انا جلد الخنوة وطيب. انا بيت مين يا اخويا انت وهو؟ مدحت دول بيجيبوا سيره اختك. جرايا جوز هبل في ايه؟ خاله بيجيبوا سيره شطه. هي اخت انا؟ ماما هاتي لي حقي منهم. انا هجيب لك حقك. لا يخرب بيتك. ايه يا عم هو ايه اللي لا لا انت جاي تهددنا في بيتنا؟ لا ايه هو كل شويه لا لا ما تعلي صوتك على امي. اوعى تعلي صوتك على امي. ايه ده؟ لا شطر يا حبيبه قلب انا وانا اللي اخطب. ما تنسوش انكم في بيتي ممكن تهدوا. بابا هم الثلاثه دول بيتخانقوا عشان خاطر انا. القيامه قربت.